اه دي حتة زيادة بقى عشان الواحد يكون عمل اللي عليه. انت تسأل نفسك يعني اشمعنى دول؟ اشمعنى دول مع دول؟ هقول لك انت هتعمل بقى باك تراكنج. احنا مش عايزين نتكلم في النقطة دي عشان ما نخش في تفاصيل كتيرة، بس الباك تراكنج ده اعتبره عامل انك بترجع لورا. انا وصلت ان النقطة دي هي النقطة بتاعتي، خلاص اعمل مربع. والله بجد اعمل مربع، هبين لك قد ايه انها سهله. باك تراكنج انا برجع لورا اشوف الاتنين دي جت منين، جت من انهي حته. طيب هي الاتنين دي عند السي صح؟ الاتنين عند السي دي حلو قوي. السي مع السي اه يعني هي جايه من دياجونال. خلاص يبقى اطلع سهم، يبقى اطلع سهم اهو. ثانيه واحده، يبقى اطلع السهم ده حلو قوي واقوم عامل مربع. ما انا وصلت عند الاتنين اللي انا جيت عندها السهم، واقوم عامل مربع اشوف الاتنين دي جت ازاي. الجي مع الجي يبقى جاي من دياجونال، اقوم طالع للاتنين دي واقوم عامل مربع اللي احنا قلنا في الاول نعمله بقى. اشوف الاتنين دي جت ازاي، هي كانت الاتنين دي عند التي، وهي والتي مع الايه مش زي بعض، فانا اشوف كان انهي مينيمم اللي زودت عليه واحد عشان يبقى اتنين، الواحد، فاقوم داخل بالسهم كده واقوم عامل مربع عند الحتة دي واشوف الواحد كان عند الايه وهنا في الباترن ايه، يبقى انا كده جاي من دياجونال اقوم طالع بالدياجونال. فهمت بقى؟ اقوم طالع وعامل مربع، الاقي برضو ان الحرف سي مع سي اقوم طالع بالدياجونال اقوم عامل مربع في البكسل الجديدة اللي انا واقف، مش البكسل الجديدة، المكان الجديد يعني، النقطة الجديدة اللي انا واقف عليها. طيب الواحد، الواحد هيبقى تي والباترن تي برضو اللي انا واقف عندها، اقوم طالع برضو وعامل مربع وهكذا وهكذا لغاية نوصل بقى للنقطة اللي فوق. فهيبقى بالتالي ان انا مريت على من ورا لقدام بقى سي جي تي اي سي تي جي تي اي تي سي. تمام، ان الباترن هيتحط تحت دول بس عشان تبقى يعني فاهم احنا ليه بنعمل باك تراكنج في الحتة دي بس كده. يعني دي حتة بس قلت زودها عشان يعني ايه الدنيا بس تبقى واضحة.